السلام عليكم، كنتمنى تكونوا على خير وبخير، اموركم هانيه ان شاء الله، صحتكم مرتاحين. فيديو ديال اليوم رانجمون دو كويزين بلاكار اللي تتكون فيه المونه وتتكون فيه واحد الروينه خاصه من بعد شهر رمضان. فكيف تنعرفوا حنا في شهر رمضان خاصنا غير نوجدوا الشهيوات ديالنا بسرعه، فكتبقى واحد الروينه في المواد الغذائيه. اذا كان ولا بد انه نقادو، كيف كتشوفوا راه مرون عندي، كلشي مرون. فباش نقادو خاصني منظمات، وللاسف حنا فتره الحجر الصحي ما عنديش منين نشري هاد المنظمات. فكرت ولقيت حل سريع سهل وغير مكلف بصفر درهم، فاختاريت منظمات يعني قديتها جمعت فيها داك الروينه هذا كامله. فخليكم حتى الاخر غادي تشوفوا لي ديتاي كاملين. اول حاجه درت هو قسمت المواد الغذائيه ديالي، الحويجات اللي تنطيب بهم جمعتهم بوحديتهم، والحويجات اللي تنستعملهم في الحلوى بوحديتهم، ولي بات ديالي حتى هما درتهم على جنب بوحديتهم، بالاضافه للعطريه حتى هي درتها بوحديتها هكذا باش غيسهل عليا الامر. من بعد خديت قريعات كانوا عندي، هاد القراعي انا كنت شريتهم خصيصا للثلاجه تندير فيهم الماء، فما تنستعملهمش لانه ما تنشربش الماء بارد بزاف، فقلت يعني ما كاينلاش انهم يبقاو ضايعين. كنت خديتهم شحال هادي من كارفور، راه كنت شاركتهم معكم. وخاصه انه الغطاء ديالهم ما صالحش، يعني الغطاء ديالهم تيتحل دغيا، يعني ما شادينش مزيان، فقلت انه الطريقه الانسب باش انني نستغلهم وما يبقاوش غير محطوطين، خاصه عندي فيهم داك المشكل ديال الغطاء في حيلان فوري. فخديت القطاني ديالي وخويتهم فيهم، عمرتهم هكذا مزيان مزيان، ومن بعد باش يتسد لي الغطاء ديالهم باحكام خديت واحد البلاستيكه بحال كاوتشو ودرتها على الدواره ديال الغطايا، ومن بعد سديت الغطايا مزيان، وهكذا وحصلت على منظمات كبار هزوا ليا القطاني اللي موجودين عندي في البلاستيكات واللي غير محطوطين في البلاكار هكذاك بشكل عشوائي. فهاد القراعي نفعوني حتى في بعض التوابل كيف تتشوفوا، بالاضافه للقطاني درت فيهم بعض التوابل اللي تتكون عندي موجوده بكثره بحال سكينجبير عواد بحال القزبر حبوب، حتى هما درتهم فيهم هكذا تيبقاو عندي مده طويله ومحافظه عليهم. دابا غادي ندوزوا لمفاجاه الحلقه اللي هما لي رونجمون بصفر درهم، القراعي بصفر درهم. اذا هاد القراعي هادو كيفاش درت صيبتهم، كيفاش درت حصلت عليهم؟ ساهل، يعني ما كنظنش انه شي دار مغربيه اولا شي دار كيف ما بغات ما غتكونش متوفر على هاد القراعي هادو اللي تناخذوهم من المحلات التجاريه، تناخذو فيهم المايونيز، تناخذو فيهم الكونفيتور، تناخذو فيهم الفرماج بعض المرات، تناخذو فيهم الكورنيشون. مهم بزاف ديال الحويجات تنشريهم في المعلبات، يعني في القراعي ديال الزاج، ولكن للاسف منين تنساليو بهم تلوحوهم. فاليوم جبت لكم طريقه اقتصاديه إعادة الصياغة ديال هاد القراعي هادو بطريقة سهلة، يعني ما غاديش تكلفكم، وغادي تعودوا تستعملوهم وغتستغلوهم استغلال جيد. كيف تتشوفوا غسلت القراعي هادي، أول حاجة درتهم يتغسلوا في الماء سخون باش قدرت نحيد لهم داك الكاغيط ديال السمية ديال لاماك اللي تتكون الفوق، ومن بعد خليتهم ينشفوا ومسحتهم مزيان مزيان، وشديت الكاغيط اللي تنسخروا به. دابا تلقاوه موجود كاغيط ديال الصخرة هذاك، فصلته أولا قطعت عليه الغطاية بشكل دائري باش نقدر نغطي الغطاء ديالهم يكون لون موحد. اذا ما احتاجيتش انني نصبغهم، لانه دابا تنعرفوا المحلات التجاريه كلشي ساد، لي دروغري كلشي سادين، ما عنديش منين نجيب صباغه. اذا الحل الانسب هو انه استعملت الكاغيط. اول حاجه هاد الكاغيط تينفع لانه الغطاية ملي تتكون ديال القصدير ما تتصداش، يعني تيحاول تيفيتي انها تاكسد اولا تصدى، هذه الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه تيسد، تعاون انه باش القرعه تسد باحكام. والحاجه الثالثه كيف قلت لكم هو انه تعطيهم منظر واحد، يعني تيبانوا في لون واحد وتيجي حتى الشكل ديالهم زوين. اذا حتى القراعي ديال البلاستيك حتى هما كانوا عندي، فطبقت عليهم نفس القضيه كاملين بهم، فصلت عليهم داك الكاغيط كيف تتشوفوا دورتو، يعني سهل، الطريقه سهله، ما احتاجيت لا لصاق ولا كولا ولا حتى شي حاجه، غير بيدي حاولت ندور على الغطايا
وسديت باحكام. دابا غادي ندوز نشارك معكم شنو درت في هاد المنظمات اللي صايبتهم بصفر درهم. اذا شنو درت فيهم؟ درت فيهم بعض العطريه اللي كانت يعني كنشريها كتبقى عندي في الدار ما كنلقاش فين ديرها، كتبقى في البلاستيكات يعني كتضيع القيمه الغذائيه ديالها ملي تكون في واحد البلاستيك، وداك البلاستيك خاصه ملي تيكون بلاستيك غير غذائي. اذا درت فيهم كيف قلت لكم العطريه، وهذا بالاضافه لانه درت فيهم بعض التوابل وبعض الاعشاب اللي تنستعملها واللي تنستعملها في الطياب ديالي خاصه في هذه الفتره ديال الحجر الصحي، بحال الايلان بحال الزعتر بحال الكرويه والعديد من الاشياء، القرفه حتى هي اللي وليت تنطيبها وتندير بها اتاي، القرنفل. المهم كاين بزاف ديال الحويجات اللي وليت تنستعملهم عاد للاسف عرفنا بالقيمه الغذائيه ديالهم في هذه الفتره ديال الحجر الصحي. هذا بالاضافه لانه درت فيهم بعض الحويجات اللي تيبقاو ليا، بحال مثلا تنشد انا قرعه كبيره وتتكون عندي فيها بحال مثلا لي بات، وتيبقى لي غير واحد شي شويه ديال لي بات في داك القرعه، فداك شي شويه ديال لي بات تيبقى يشد لينا داك القرعه كلها اللي هي كبيره، فبامكاننا داك القرعه نستغلوها في واحد الكميه كبيره ديال لي بات، ما تبقاش يعني فيها غير داك شي شويه لتحت. ففكرت انه هاد المنظمات داك الشويه اللي تيبقى ليا في داك المنظمات الاخرى نجمعهم في هاد القريعات، علاش لا؟ كيف تتشوفوا المهم انا عمرت كل حويجه من الحويجات اللي تنستعملها كوساسوا بشكل يومي اولا بشكل يعني من مره لمره. فهنا بغيت نشارك معكم فكره من الافكار الاقتصاديه حتى هي، مثلا هاد المنظمات اللي كنت انا سبق لي خديتهم من ايكيا وشاركتهم معكم كنديروا فيهم لي بات تبقى نص خاوي، فما فيها باس انه نجمعوا جوج الانواع ديال لي بات يعني في منظم بلاستيكي واحد هكذا، يعني تنستغلوا استغلال جيد. هذا من جهه. من جهه واحده اخرى بالنسبه للقطاني، بعض المرات كيف تتشوفوا هاد جوج القراي عندنا، عندي اللوبيا عامره وعندي وحده يعني فيها غير واحد شي شويه ديال الحمص لتحت، فكان ولا بد انه ندير طريقه اللي تخليني نجمعهم او لا نجمعهم ولكن يكونوا مفروقين من بعضياتهم. اذا الطريقه شنو هي؟ خديت كاغيط، نفس الكاغيط وانيت، ففصلت عليه هذيك الغطايه ديال المنظم وحطيته هكذا فوق من اللوبيا مباشره، خويت فوق منه داك شويه ديال الحمص اللي بقى عندي، فها انا منظم واحد جمعت فيه جوج الانواع ديال القطاني. اللي الاخر اللي كان بقى عندي فارغ درت فيه الشعريه، فهكذا منظمات ديالي جمعت فيها القطاني ولي بات ديالي واستغليتهم استغلال جيد، ما بقاوش عندي فارغين. فغادي ندوز مباشره باش نشارك معكم كيفاش كنحتفظ بالقطاني اولا لي بات اللي تيبقاو لي في صاشيات من بعد ما تنعمرهم في المنظمات ديالي، تيبقاو لي في صاشيات كيفاش تندير نحتفظ بهم. اذا سهل، عندي واحد لاباراي تتخوي ليا الهواء من الداخل وتت بحيله تتلصقهم، يعني ما تيبقاش يدخل ليهم الهواء وتيتسدوا باحكام. هذا لاباراي انا كنت شريته من واحد المحل تجاري تيجيب يعني داك الحويجات من برا من على برا، فكنت خديته من عنده وصراحه استعملت يعني كنستعملها دائما حتى في البلاستيك العادي اللي تنشري. دابا غادي ندوز مباشره باش نجمع المنظمات ديالي في صندوق. اذا هذا الصندوق هذا سبق لي شاركته معكم، هو اللي كنت صايبت به البيوندغي ديالي، خديته من ايكيا، كيتركب مصوب 100% من الخشب، ساهل بالنسبه للمونتاج، يعني بامكانكم تمونطيوه لراسكم، كيكون فيه طريقه في المانيوال وكيكون فيه المسمرات، فقط غير نتوما كتحتاجوا هذاك التورنوفيس اولا داك الفيسوز اللي
هو داير بحال البيستولي، فكيف كتشوفوا انا ركبته بسهوله ومباشره. من بعد ملي غنساليه غادي ندوز نجمع المنظمات ديالي اللي جمعت فيها المواد الغذائيه، وهكذا غادي يكون كلشي منظم عندي وفي بلاصتو ومقاد. دابا بقى لي غير نوضع العلب او المنظمات ديالي في البلاكار. من بعد ما قديت كل شيء هكذا غادي يجيني سهل الشغل، يعني ملي غنبغي نجبد شي حاجه غنمشي ليها مقصده نيشان. بالنسبه للمنظمات الخشبيه يعني العلب الخشبيه التحتانيه البيضاء، انا سبق لي صيبتها عند النجار، كنت شاركتها معكم يعني تقامت عليا رخيصه. كنتمنى لا فيديو تكون نالت الاعجاب ديالكم وانكم تكونوا استفدتوا الفكره ديال المنظمات بصفر درهم تكونوا استفدتوا منها. ولا عجبتكم لا فيديو ما تنساوش انكم تشاركوها مع الاصدقاء ديالكم وفي لي غروب اللي نتوما منضمين ليهم. تلقاو فيديو واحد اخر ان شاء الله وفكره واحده اخرى ان شاء الله. الى اللقاء.